بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد. الشوط اللي هذا الشوط خاص للأشواط الإضافية، نسير مع اللي قادة المسيرة. لكن قبل لنسير نذكر الإخوة التوقيت الأفضل مع الظبي صاحبة الشوط الأول اللي أهدت الفوز والناموس لا حمود بن حمد الغفيلي الوهيبي، سجلت 4:36 ثانية. تهانينا له الناموس. كما نهني مسلم بن حمد بن متعب بحصول هجنه لأربع نقاط يصبح هذا اليوم بميدان السات. كما نهني سعادة سهيل بن خير بحصول هجنه إلى نقطتين. ونهني كل الأخوة من فازوا بالمركز الأول في أشواط صباح هذا اليوم. نسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي قادت المسيرة في أول الأشواط الإضافية. رقمها 13 ما دونت في كشف الأسماء وشعارها غير واضح لدي، تتصدر القيادة منذ البداية. المركز الثاني رقمها 4 الشاهينية سالم بن علي البطيني تأتي على المركز الثاني. إذا وصلنا المركز الثالث نجد في المركز الثالث مشاهدينا الكرام بويضة عبد الله بن سعيد الوهيبي. من يأتي ببويضة المركز الثالث هو تقريبا بثابت، لكن مسجل لدي الوهيبي. عموما على كل حال نشوف المركز الرابع لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري من تاتي على المركز الرابع الشاهينية. الخامسة تصل الظبي مسلم بن حمد بن متعب العامري من يقدم الظبي على المركز الخامس وفي المركز السادس. هي امامكم مشاهدينا الكرام مشكورة سيف بن سعيد بالكيلة العامري. هكذا الندى للأسماء المتقدمة. ونعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع القايدة للمسيرة اللي منطلقة الشاهينية سالم بن علي البطيني. يلا يا أبو علي الكيلو المتر الأخير يا البطيني. المركز الثاني مشاهدي الكرام محمد بن عبد الله بن بدر الشاهينية ترفع راية الخطورة، لكن القادم الشاهينية لحمد بن سهيل بن متعب العامري وصلت وخذت المركز الثاني في هذه اللحظات. لكن بن بدر بدأ ينطلق مشاهدينا الكرام. لكن شوف الثانية مع البطيني يا سلام سالم بن علي البطيني. لكن بن بدر محمد بن عبد الله بن بدر أطلق الشاهينية السيطرة التامة ما شاء الله تبارك الرحمن. أقلعت بالشوط الشاهينية. التهاني والناموس لمالك الشاهينية محمد بن عبد الله بن بدر العامري. نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول وبانفراد تام انفراد كلي. تقترب الشاهينية من خط النهاية، وخط النهاية يرحب كل الترحيب بقدوم الشاهينية معلنة الفوز والناموس والانتصار بهذا الشوط. يا سلام تهانينا لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري. إذا صح الكلام لأنها ما دونت كشف الأسماء، لكن
الشعار واضح، الشعار واضح، شعار محمد بن عبد الله بن بدر العامري. وبقول ضبا ضبا الحمد بن محمد بن بدر العامري، تهانينا له الناموس على هذا الفوز والانتصار. ضبا تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس لحمد بن محمد بن بدر العامري، تصل إلى خط النهاية بأول الأشواط الإضافية للمركز الثاني. مشاهدينا الكرام، رقم 9 الشاهيني سعيد بن سهيل العفاري، والثالثة تغريب شعار بن طبازة. التوقيت 44 ثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن بدر العامري.